الجميع اللي سبقني تحدث عن أنطونيو ساليري دون أن يسميه بالاسم. أنطونيو ساليري هو بالحقيقة كومبوزيتور بلاد النمساوي. حينما أتاه موزارت شعر بتهديد، تهديد حقيقي لمركزه، شعر بتهديد حقيقي لوجوده. ولا أعرف يعني الصدفة العجيبة أنه هو اسمه ساليري، يعني someone he care only for his salary. يعني هل المفارقة أن هو اسمه أنطونيو ساليري، وساليري بالإنجليزية تعني الراتب، وكثير من يعني الناس أكثر اهتماما بالراتب وليس بالوظيفة وليس بتطوير عمله وليس حتى بتطوير حياته. فهذا الموضوع اللي أنا الآن جاي أتحدث فيه. أنا لم أأبه للمقاومة والمعارضة لأفكاري، وبقيت حر بالتفكير. تعرض العراق الآن لفيضانات وأمطار غزيرة، والحلول كلها أنا أراها متلكة. الحل هو في أن نحفر بئر بعمق 10 أمتار ونرمي في البئر عبوة ناسفة تتناسب مع صلادة التربة، فراح بها الطريقة نحصل على تجويف بالصدفة العجيبة يشبه هذا التجويف الفراغ اللي بالقاعة. فهذه الكرة الصلدة المضغوطة المفخورة المشققة الجوانب من المستحيل أن تمتلئ بالماء لمدة 24 ساعة. وإحنا لما نتعامل مع تربة على عمق 10 أمتار يعني تربة ما شايفة الماء، فمعناتها لا خوف من أن تمتلئ. انتهت الفكرة الأولى. الفكرة الثانية هو أنا أكاد لا أصدق أنها ما موجودة، بس هي ما موجودة. الفكرة الثانية هي تهبط بنا الطائرات على المدرج والعجلة واقفة ساكنة. ماذا لو قمنا بإدارة العجلة حتى تكون السرعة النسبية بين العجلة والمدرج المطار صفر، حتى لا تشتعل. تم إخراج الكونكورد من الخدمة بسبب انفجار إحدى العجلات وابتلاع المحرك لقطعة من هذه العجلة، فانفجر وخرجت الكونكورد من الخدمة بسبب مشكلة تتعلق بالعجلة. زين احنا ليش ما نفر يعني نترك العجلة تدور قبل أن تلامس؟ كيف تدور؟ بإضافة زعانف صغيرة على العجلة نفسها، ليس بتزويد الطائرات بمحركات إضافية، لا بزعانف بحيث ما أن تلامس الهواء حتى تبدأ بالدوران. إذا ليس هنالك من طاقة إضافية، ليس هنالك من قطعة إضافية، هنالك فورم إضافي، شكل إضافي. بس أكو خوف من التفكير، أكو نمطية بالتفكير. خلينا نخرج شوي عن الموضوع أرجع. أنا بالنسبة لي الربيع العربي يجب أن يكون ذاتي، يعني أنت سوي ربيعك العربي، شكو عندك زبالة ذبها برا، شكو عندك عادات مو لطيفة ذبها برا، شكو عندك كتب قريتها ومليت منها اعطيها لواحد غيرك، فأنت سوي ربيعك الخاص حتى لا يجي واحد يعني يخدعك بأنه ربيع الله، ابدأ أنت بربيعك الخاص. الفكرة الثالثة، إذا فكرتي الأولى كانت المياه، الثانية الطائرات، الثالثة اللي هي أيضا من المضحك أن تكون مو موجودة، وأتمنى أنكم تساعدوني أن أكون موجود كفكرة في بيوتكم وتحديدا في دورة المياه بالتواليتات بالمراحيض. شنو الفكرة؟ الفكرة هي بالشكل التالي: شيء لا يصدق أن التهوية في دورات المياه موجودة بالأعلى. أرجوكم أن تغلقوا فتحة التهوية للتواليت بمصب مثل هذا، وتركبوا للمصب أنبوب تقوموا بإيصاله إلى كرسي التواليت مباشرة. فدورة التهوية في التواليتات العراقية لازم تتغير. لازم إحنا هذه الهواء ماكو داعي يطلع من الأسفل ويمر على خشمي ويكمل طريقه لفوق. خلي العملية يعني باي باس جيت موتور. يعني الهواء يجب أن يهبط، التهوية في التواليتات يجب أن تكون من التواليت إلى الأعلى وليس غير هذا. فأرجوكم يعني فكروا بها بشكل جدي، وتطبيقها كلش سهل، مصب بألف وهذه بألف وتوفر صابون. الموضوع التالي، احنا لما نريد
نطبخ او نعجن، شو نسوي؟ نجيب مي، نجيب ملح، هاي اذا نريد اعجن سواء اني او مرتي، نخبط المي والملح ونخلي عليه الخميره زين. لم يستخدم احد من قبل مياه البحر بالطبخ، لا سكان المدن الساحليه ولا راكبي البواخر والسفن، علما انه يعني استخدامك الماء المالح بالطبخ اولا تضمن انه ما بيرمون بكل بساطه. يعني احنا اذا نقوم استخراج الملح من البحر، وتعرفون الطريقه شلون نحطه على الساحل ويتجفف وبعدين يجمعوه بالمكنسه ويحطوه بكياس ويقعدون له، يعني معناته من المؤكد بيأثر دور المال. فانت من تستخدم يعني ماء مالح يعني بالتاكيد ما بيرمون. هذا جانب، الجانب الاخر انه انت هنا بالحقيقه يعني بديت تفكر بشكل مختلف. يعني انا مثلا عندي غرفه النوم بالبيت، الساعه لاقها بالسقف، لانه اول شيء اريد اعرف ايش الساعه. فما كنت ادور وين بغض النظر ما حد مسويها، ما لي علاقه. اشتريت حذاء تكرمه. اشتريت حذاء ضيق على قد رجلي، ضايقني. يعني هو شويه غالي بالنسبه لميزانيتي. ارميه؟ لا. شقيت الحذاء. قلت لهم كلمتي الشهيرة: لو أسمع كلام الناس ما شديت قدرتي.